نستعرض لكم هالطاولة الجميلة، فيها إضافة عن باقي الطاولات. ما شاء الله تبارك الرحمن. الطاولة ميزتها أنها فيها أربع كراسي، وميزة الكراسي أنها تجي ببطن الطاولة، يعني ما تأخذ حيز عليك في السيارة. الطاولات الأولى تتصفط وما يجي ببطنها شيء، هذه معها أربع كراسي والكرسي جلسته مريحة. وهذا شكل الطاولة مفتوحة، ما شاء الله شكلها أنيق وجميل وتخشيبها حلو. طبعا ميزتها الحديد اللي تحت هذه، هذه دعامة وتحافظ على توازن الطاولة وتخفف من الاهتزاز. أما بالنسبة لأبعاد الطاولة ومقاساتها 60 × 120، أما الارتفاع وهي نازلة على آخر شيء 55، وتقدر ترفعها إلى مستوى 70 سنتي. طريقة التصفيط بعد ما خفضناها لآخر شيء، الآن نثني الأرجل هذه ندخلها داخل بالطريقة هذه. أما الكراسي فتصفيطها بهالشكل ذا مثل ما تشوفون، والكرتون فيه نموذج للتصفيط، شوفوا كيف ترتيب الكراسي متعاقبات بالشكل ذا. صفينا الكراسي نفس الرسمة اللي في الكرتون، الآن نسكر الغطاء، تاخذ طاولتك معك ما كأن في بطنها كراسي. ميزة هالكراسي انها ما تاخذ حيز عليك، وهي مقضاه لزوم طبعا، ما هي بمريحة راحة يعني نفس الكراسي اللي الكبيرة، لا، هذه مقضاه لزوم حقت جلسة تقطيع مثلا، تبي تقطع، تبي تقضي لك شغلة، حقت استخدام خفيف فقط. متوفرة في جميع فروع سنيدي، واللي بيطلبها من المتجر الالكتروني، هذا المتجر موجود ظاهر امامكم على الشاشة.